وعليكم السلام اخويا. هذو اللي فاتوا مباريات كنقول لكم اداء متذبذب، فهمتي؟ ما كايناش السكات انتصارات، فهمتي؟ حنا دابا مازال كنقلبوها، نبقاو مشجعين هاد الفرقه حتى غنموت. ماتش من ورا ماتش يلقاونا في الممشي، دائما نكونوا بالدا لا ديما. بس ان شاء الله غنربحوا، باش ما بغاو ان شاء الله اليوم ان شاء الله غنربحوا. ولا دربنا مباريات الراجا كانت في الاول طوب شي حاجه ما يمكنش، بدلنا الطاقم التقني، بدلنا المدرب وكل شيء، الرئيس بدلناه، اللعابه بدلناه، وما شفنا والو اخويا. حنايا بغينا هذا الرئيس هذا يتعاون معنا، يجيب لنا اخويا شي لعابه زوينين باش حنايا نكونوا الطوب في البطولات العام، وديما راجع وعمرنا غنبدلوا الفرقه. هذا اخويا ديال الفريق ديال فريق الرجاء في هاد الاونه الاخيره اخويا متدهور، ماشي زعما شي ماشي داك الفريق اللي كنتمناو ديما يكون تكون فرقه كبيره وهادي وداكشي. ما كاينش ان شاء الله الرباح، ديما رجاء والرباح. حنا ديما كدراوي حنا مساندينو من الاول ديال من الاول ديالو، وغنبقاو مساندينو، وكنتمناو يجيب شي لعابه اللي هما يكونوا احسن من هادو اللي كاينين دابا. كيفاش جاك انت الاداء ديال اللعيبه؟ خويا انا ما نكذبش عليك، انا صافي فهمتي ضعيف الرجاء، والله عمرنا شفنا الرجاء بحال هكا، والله عمرنا شفنا الرجاء بزاف كاع. واش نقول لك؟ شنو التوقع ديالك النتيجه ديال ان شاء الله؟ نتمنوا الرباح مربوحه ان شاء الله اليوم مربوحه. وانا جيت شوف، انا جيت من الالمان، جيت خصوصا باش نتفرج في الرجاء البيضاوي. رجاء يعني عالمي، ماشي كنهضروا على مثلا كنهضروا على شي فرقه اللي من دوزيام سيري، وكنتمنوا لهم كثير من النجاح، وما خصهم غير يطجلوا معنا اللعابه. ما بقاش الرجاء اللي كنا كنعرفوا في الاول، يعني الرجاء تبدلات، ونتمنوا لهم الخير. النتيجه ديال اليوم ان شاء الله كنتمنى الرجاء تكون مربوح ان شاء الله، تكون مربوحه ان شاء الله، غير ديروا النيه وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.